هنشوف معاكم كمان لقطات فوقية للقاهرة وتحديدا من ميدان السيدة عائشة، ونشوف حركة برضو زي ما شايفين حركة المرور بتعدي على ميدان السيدة عائشة، وهو طبعا في منتصف صلاح سالم، وبالتالي هذه المنطقة دايما بتكون منطقة حيوية وزحمة، وبيعدي عليها طبعا الصبح مئات من الموظفين وأيضا المتجهين إلى أعمالهم، بس يبدو حتى هذه اللحظة أنه الطريق يعني الحمد لله ماشي، وأنه ما فيش أي مشاكل لغاية دلوقتي ولا تجمعات أو كثافات مرورية. سعيدة عندك يا عزت. بص يا طيب هنروح بقى لكرداسة، وسعدة معانا برضه نروح لكرداسة مع حضراتكم. لا هنا بقى نقدر نقول ان مفيش اصلا يعني اي مرور حاليا، بس احنا الفكره برضو ان احنا بنحب نشوف المشهد يا حسام كمان من فوق كده، الدنيا عامله ازاي، الاجواء عامله ازاي، زي ما حضراتكم شايفين. يعني يبدو ان هو صباح النهارده صباح هادي كده، ان شاء الله يستمر كده صباح هادي جميل، مفيش زحمه تجمعات يعني بداية وقت معين. انت عارف النهارده الخميس نهايه الاسبوع بيبقى دايما، طبعا احنا عارفين يوم الخميس ايه اللي بيحصل فينا كلنا، بس يعني ان شاء الله يكون النهارده يوم هادي مفيهوش كثافات او الزحمه المتوقعه. يعني
لعبه دي بتضحك. يعني شفنا مع حضرتك يمكن منطقه قلعه وقصر الجوهره، وشفنا كمان جاي مع محمد علي، يمكن منطقه غنيه. انا كنت بالصدفه موجود في المنطقه دي الجمعه اللي فاتت، نزلت سوق الجمعه وبعد كده رحت صوره جامع السلطان حسن والسلطان. ده كان سياحه يعني ولا كنت يعني بتعمل ايه؟ حبيت اعمل خمسه سياحه كده. كان معاك يوم مين؟ الجمعه الصبح بعد ما خلصنا. ايوه كان معاك الحلقه. ايه؟ عايز اي حاجه؟ طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقه النهارده مع حضرتك.